اهلا بيكم. هنبدأ chapter 3 chapter 3 وبيتكلم عن interest rates. بفكر اعمل مقدمة لكل chapter علشان ايه، ولا بلاش يعني. هل المقدمة هنشوف. اوكي، ال interest rate the syllabus objective بيتكلم show how interest rate or discount rate may be expressed in different terms of term period. ده هيتكلم بقى ال interest rate ال interest rate how to express it annually, monthly or quarterly. ده بيتكلم عن ان انت في interest rate هتاخدها كل سنة، ماشي، كل سنة compound. خلي بالك compound interest rate هتاخدها annually أو per annum. per annum طيب ال interest rate دي مثلا وليكن 5%، ها، فهي هتبقى طبعا زي ما اتفقنا ان هي ال compound بيبقى عامل كده، ماشي. احنا بقى عايزين نعرف ايه ال equivalent compound interest rate، بس لو كان هيدفع ال interest كل شهر او كل ربع سنة او كل يعني كل 3 شهور، او لو هتدفع كل ثانية، ودي هتبقى اسمها continuously. دي نوع هنعرف اللي هو الفيرس اوف انترست. ها دي ريليشن شيب. هنعرف ايه الفرق ما بين النومينال ريتس، النومينال ريتس اوف انترست اند ديسكاونت. النومينال ريتس هي النومينال ريتس دي، ها، هيبقى الكلام كله على الانترست ريت اللي هي بتتاخد دي. اوكي، الانترودكشن تقروها، لسه قايلها تقريبا. طبعا ال interest over a given time period دي بتتكلم عن ال effective rate. ده بيبقى rate أو ده بيبقى زيادة بتضاف على المبلغ اللي انت كنت ايه اللي كان عندك، قيمة بتضاف على المبلغ. effectively بتبقى ايه، compounded، يبقى السنة معتمدة على السنة اللي قبلها. هيبقى في قسم جزء خاص انا هعمله بالquestions، ويبقى في حاجة اسمها question banks. هبقى احل الquestions الخاصة بكل chapters. اوكي، وهيبقى في exam style questions. هبقى اجيب اللي هو الانستيتيوت عامل امتحانات نبقى نحلها. اوكي، نكمل. ايه هي nominal rates of interest and discount؟ nominal
rates. Once paid per either at the end of period at the beginning. طب هو دلوقتي بيتكلم عن الإفكتيف بتاع الشابتر 2 اللي احنا خدناه، يعني ماشي. Nominal is used where interest is paid more frequent than per measurement period, less or more. The example we have in the last chapter was bank account, which often use nominal rates. They might quote the annual interest rate, but interest is actually added at the end of each month. So interest is paid more frequently than a النومينال. ده الأصلي اللي هو الحاجة الأصلية دايما، ده اللي هو اللي بيجرى في أرض الواقع. يعني هو بيقولك أنت تاخد 5% سنويا، بس الزيادة اللي هي الانترست دي بتتاخد مانثلي، بتتحط مانثلي كل شهر، عمالين يحطولك الفوائد بحيث إن أنت توصل لمجموع الفوائد للفايدة اللي هي كانت محطوطة annual. يبقى انت مثلا كده معلش 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 0 و 1 1000 جنيه، عليها الزيادة كام؟ 7%، فهيبقى 1070. السبعين دي بقى ما اتدفعتش 70 جنيه مرة واحدة، دي قعدت تدفع على 12 مرة مثلا كده. فهل كانوا بيدفعوا مثلا، هل 70 على 12 يديك الفايدة اللي كانت بتتاخد كل شهر؟ هل ده الصح؟ ولا كانت بتتعمل كومباوند لي؟ ها يعني احنا مثلا 70 على 12 يديك كام؟ خليها 0.2 عشان تبقى 72%. اقول لك يعني هيطلع رقم، هيطلع اكس. ده غلط، ده مش هو اللي بيجرى. الانترست اللي بتدفع مونثلي بتبقى كومباوندد برضه، مش رقم ثابت. لا مش رقم ثابت، فاحنا عايزين نعادل، فهيبقى 1 plus i to the power 1 اللي هي سنة بيساوي كام بقى؟ مش فاكر كام. هل 1 plus i over 12 to the power 12 ها؟ دي تقريبا الفورميولا اللي انت بتجيب من اي 12. طبعا دي هتبقى كده، وهنبقى نعرف الحاجات دي ايه هي. اي 12 دي الانترست، اي 12 دي الانترست اللي بتتاخد كل شهر. فهو كده ها، هل دي 12 ولا 1 مش فاكر. بس ننسى كده، ننسى نكمل. nominal rates of interest اهو اهو، يا لسه بتكلم. nominal rate دي هي ال rates اللي هي بتبقى في الاصل، اللي البنك بيقعد يحط لك عليها الفايدة. الفايدة بتبقى كل شهر، فبيحط لك الفايدة بتكون كمان ايه effectively او compounded. So ال interest payable b times per period been denoted by this. يبقى i b دي بتتسمى اللي هي ايه payable b times
قرآن بقى. طيب this is also referred to the rate of interest convertible peacefully or compounded. أهم حاجة compounded P يعني 12thly أو 4thly أو first كده. يبقى اي 12 دي معناها ان الانترست دي هتدفع 12 على 12 سنة، على 12 شهر، و اي 4 يبقى هتدفع على كل 4 شهور 4 months. ماشي quarterly nominal rate of interest per period. تبدأ we define the rate of interest applied for each. For example, a nominal rate of interest convertible means an interest rate of per quarterly. يبقى nominal rate يقول لك ايه السؤال هيجي لك nominal nominal rate ويجيب لك ال rate ده اي بي ده nominal rate. هتدي فيها لفة كبيرة جدا 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 جدا، يعني دي لازم نفهم الحتة دي. أول حاجة عندنا nominal rate وده بيبقى ال IP. أوكي أو ليه مسمى تاني اسمه interest convertible convertible peacefully or compounded compounded peacefully. اوكي فهيبقى ال referred to this. طيب يبقى nominal per this بيساوي ال for example nominal interest of this convertible quarterly means an interest rate of يبقى طب تعال نشوف بعدين كده تعال نشوفه تعال نشوف حتى دي
we define the rate of interest applied this. For example, nominal rate of interest and the nominal rate of interest. Nominal rate هيبقى 6% convertible quarterly يبقى 4 زي ما اتفقنا means ان 6% على 4 بتساوي 1.5% per quarter. ها okay. Essentially what we are doing is annualizing a piece effective interest rate that is a converting a non-annual rate to an annual rate by multiplying. For example, suppose interest is effectively per half year. هنا بيشرح عندك 3 سنين 3%. We could annualize this rate by doubling it. ده اللي هو بيتاخد كل نص سنة. هتاخد 3% كل نص سنة. Okay. We could analyze this rate by doubling it. Which give 6%. 6% دي بتتسمى nominal تقريبا. However, this is clearly not correct. Annual. This is not correct. Effective rate as ignored. The true effective rate would be the effective rate. This. So we call the nominal rate. The nominal. أما nominal rate احنا عايزين ال effective. ال effective are compounded annually, مش monthly. هيبقى 3% اللي بتتاخد كل شهر زائد 1 سكويرد علشان هتتعمل مرتين بتساوي 1 بلس الانترست اللي هي 6 بوينت اللي هي بتساوي الافكتيف ريت. فده هيروح الناحية التانية يدينا الـ effective rate اللي هو x اللي هو x هتساوي 6.09%. صح؟ اوكي. هو ده معنى الفرق ما بين 3% effective per hour. يبقى عندنا 3% effective per half مثلا year of year وعندنا 6% nominal rate and the give period it's actually refers to we can get back correctly peacefully. مثلا عشان اوريك اقول لك ده النومينال ريت. النومينال ريت. طب تعال نشوف بس بيتكلموا بره عن النومينال ريت ازاي. اصل انا عايز اعرف ايه لازمته. يعني احنا عندنا الافكتيف اللي هو 6.09% ده اسمه افكتيف. ها انيوال ماشي. ده الافكتيف بير هاف. نومينال. هل النومينال هنا
Nominal is used where the interest is paid more frequently, more frequent than once per. ماشي، يعني لما اقول لك 6% نومينال ده معناه ان هي مش بتدفع مرة واحدة، دي بتدفع على كذا دفعة. اوكي، الكونفرشن بقى احنا ده بقى اللي يعني هما بيعملوا كده عشان ايه؟ يسألوك في الامتحان. اوكي، الحتة دي مهمة جدا علشان هتنفعنا في سي تي 1 وهتنفعنا في سي تي 5 جدا. تقريبا هم دول بس المادتين، سي تي 5 دي بعدين، ف مهمين. الحتة دي لازم انت ايه نركز عليها اكتر من اي حتة. ماشي، زي ما انا قلت في الاول عن حتة البتاع ال accumulation nominal rate، هيضطر ان احنا نعمل conversion، هنعمل convert علشان نعمل ال accumulation. قبل ما نستخدم اي نومينال ما ينفعش نستخدمها في اي حاجة، لازم نقسمها، لازم تتحول يا افكتيف بير هاف يا افكتيف انيوال، او ما ينفعش تستخدم النومينال كده حتى تقريبا. يعني هتشوفوا علشان نحول من هنا لهنا من effective per piecely to annually، هيبقى 1 plus i بتساوي 1 plus i، دي بقى اللي هي ال p over p to the power p. يبقى انت النومينال ده النومينال، لا ده مش النومينال، ده مش النومينال. طب بيقول لك ايه؟ طب اول واحد فاند ذا اماونت، انت مديك ده convertibly half yearly، ده 8% هتقسمه على 2 convertible half yearly، هتحطها في المعادلة دي بقى. ف find the amount in the account after 3 years، هيبقى ايه؟ أول حاجة هتجيب ال i علشان تستخدمها، يبقى 5، المفروض نوصل لكده after 3 years، بس عشان نجيب ال id لازم نحطها في المعادلة اللي فوق، المعادلة اللي هي ال conversion. فهيبقى ال i بتساوي 1 plus 8% على 2 to the power 2 negative 1، ده هيديك ال ايه؟ 8%، 8.16%. احنا جبنا كده الاي اللي نقدر نستخدمها بقى ونلعب، دي هنحطها في المعادلة اللي فوق اللي هي بتاعة اللي هي فيوتشر فاليو اللي احنا عايزين نجيبها بعد 3 سنين. هتروح مديك كام؟ اللي هو 6. ماشي، ده بالنسبة لل
اللي انت عايز تعمل اكيوميتنج او ديستريكت كاونتنج ما تقدرش تستخدم البتاع ده الا لما تحولها انوالي. اوكي، ممكن تستخدمها انوالي لو انت عايز تعمل هتضرب اسمها ايه دي الباور ده في البيريود. سؤال، هل تعال نجرب كده، تعال نجرب كالكوليتر كالكوليتر كالكوليتر. كالكوليتر انت هنجيب ايه؟ مفيش باور هنا صح؟ أو عايز انزل برنامج ال اهو 1.0 08 على 12 0.4 to the power هيبقى 2 في كام؟ في 3 ب 6 في 500 هيبقى كام؟ 6 2 هي زي ما قلت. يبقى لو انت عايز تستخدم الاي 2D اللي هي 8% 0.08 هتعمل ايه بقى من غير ما تحولها لاي على طول؟ هتروح جايب الخمسمية في 1 بلس اي 2 to the power 2 times ال n او التايم بتاعك اللي هو 3 هيديك نفس الرقم. حتى انت ممكن تعمل ايكويشن ده بيساوي كام؟ خمسمية برضو 1 بلس اي ذا بار 2 ذا بار 3 ده بيساوي ده، يعني لفة يعني بسيطة يعني، بس هو ده يعني. ممكن نستخدم دي لو انت عايز تستخدم الاي على طول، او تستخدم الخمسمية في 1 بلس اي في 2 تايم في 3 على طول to the power 3. وده بيبقى بيساوي لو انت عايز تجيب هنا، لو انت جبت ده انت عايز تجيب ده كام؟ ده بيساوي الاي بتساوي 1 بلس اي بي over بي to the power بي ناقص 1. حط دي هنا مكان الاي هيديك ده، حتى الوان هتطير مع الوان، البي 2 هتروح مع التلاتة تبقى 2 في 3 والبي هتبقى مكان خلاص. بروفين برضه نفس الحكاية، 9% دي convertible ايه monthly، نفس الفكرة بالظبط. ماشي، المهم ال rate of discount هو كله، بس هيبقى ناقص في ما بين كل حاجة، يعني مفيش أي جديد خالص. اوكي، يبقى هي نفس كل حاجة بس نيجاتيف. هي كل حاجة بس النقطة. بس ممكن نقف لحد هنا ونكمل بعدين. ثانية، هنا في accumulating and discounting using nominal rates. ده بقى اللي انا كنت بكلمكم فيه، ده انا كنت بكلمكم نستخدم البتاع دي، يعني اللي هو نضرب في الـ period على طول، دي نضرب في الـ period. هيقول لك بقى زي ما انا قلت،
او for 5 years راح ضربهم فين؟ بس ده كده انت عملت convert، يعني من غير ما تعمل convert على طول اضرب to the power 5. بس نكمل المرة الجاية force of interest دي بقى، لو كانت بتدفع هيبقى limit to the to infinity او to zero، يبقى الفرق زيرو خالص، حاجة صغيرة جدا to infinity. لو كانت ال P بتقول الى infinity بتدفع على مرات كتيرة جدا. اوكي، سلام.